السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم معايا في قناه نور تي في. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد العشاء اللي خفيف ظريف، توجدوه في دقيقه. نمشيو للمقادير على بركه الله. عندي هنايا غرفيه ديال الارز، انا خديت هذا الارز اللي طويل، الحبه ديالو طويله كما كتشوفوا. عندي هنايا ضويمه ديال الثومه، ولا ما كانش ضويمه تاع الثومه تاكلكم تاخذوا الثومه وتحكوها. عندي قطع ديال الدجاج، الخرقوم، فلفل اسود، فلفل احمر، وعندي الملحه، وعندي هنايا بصله مقطعه على الطول كما كتشوفوا، متوسطه، بصله متوسطه. نمشيو طريقه التحضير. غادي ناخذ هذاك الارز، ثلاثه المعالق منه، نحطهم في واحد الاناء كما كتشوفوا على هذه الصوره، ثلاثه المعالق. عندي مقلاه نديرو فيها ملعقه ديال الزبده، ثم نضيف لها هذاك الارز اللي كنت حيدته من الغرفيه كما كتشوفوا. كل ندير الكل على النار، كنحاول نقلي شويه بشويه والنار كتكون مهيله. حرك مزيان حتى الارز يعطيني واحد اللون ذهبي. كما كتشوفوا ها بدا اللون ديال الروز كيتبدل. انا غادي نطفي عليه وغادي نمشي ناخذ واحد الطنجره ندير فيها الماء مغلى ونحط فيها الارز ديالي. طبيعة الحال يكون شوية الملحة، ونولي ننزل الارز الاخر اللي كنت قليته في الزبدة، حمرته عفوا في الزبدة كما كتشوفوا. وغادي نخلط شوية ونخليه كيتسلق مدة على حسب الارز كي داير. كل واحد الارز اللي عنده، كاين اللي كياخد 15 دقيقة، كاين اللي كياخد 10 دقائق، انا خدا لي 10 دقائق. ناخذ مقلاه اخرى كندير فيها الزيت ونحط القطع ديال الدجاج كما كتشوفوا على هذا الشكل، كنديرهم فوق النار. كنخليهم نحاول يتقلاو شويه. كما كتشوفوا كيتقلى شويه، نضيف لهم البصل. يمكنكم ديروا حتى لداند او شرائح الديك الرومي، قطع الديك الرومي. انا استعملت هنايا الدجاج. غادي ندير شويه د الملحه، واحد نص المعلقه، ثم ندير الخرقوم. ثم الفلفل الأسود، ثم واحد شوية ديال بابريكا أو الفلفل الأحمر. نسيت في المقادير ما قلتش أنني ندير واحد المعلقة ديال طماطم المصفرة، ونبدأ نحرك الكل على هذا الشكل. الطريقه تقدروا هنايا في هذه الطريقه تزيدوا من تحت، تشوفوا انه بدا ينضج للدجاج، تزيدوا لا كريم فريش، ولاني انايا عندي حساسيه منها دونك ما درتهاش. غادي نزيد شويه الماء، حد الربع كاس ديال الماء، وغادي نخلي يطيب هادشي هكا بوحدو، نخليه بلا ما ندير لا كريم فريش لا حتى شي حاجه. نقص البوطه مزيان باش تجي
المريقه ديالو مرويه طبيعه الحال. نزيد المنسمات اللي هو القزبر ومعدنوس في الاخير. نزيد الضما ديال الثومه من بعد ما طاب لي الرز. كنحاول نديرو في طبق التحضير. كناخد اي شكل عندي في الدار، اي اناء اللي غادي نشكل به الشكل ديال الرز. انا خديت هاد العلبه كانت عندي، خديتها درت فيها الرز مزيان، ضغطت عليه حطاتني الشكل وليت قلبته في الطبسيل كما كتشوفوا. ونحط حداه الدجاج اللي درته مع البصله وجمع الثلج زوين. ونحاول ندير هنايا شويه ديال باقه ديال واحد ديال المعدنوس كما كتشوفوا. ونزينته بلي طوماط سوغيز والتزيين كيبقى اختياري، وكل واحد الطريقه ديالو، كل واحد اللوغو ديالو، كل واحد اللي عنده موجود في الدار يعني تقدر تزين به. وهذا هو الطبق النهائي كما كتشوفوا، جا على هذا الشكل. ودائما كنقول لكم بالصحه والراحه، والى عجبكم الفيديو ما تنسونيش كالعاده من الاشتراك في القناة بتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. اي حاجة حطيتها توصلكم ان شاء الله. وما تنسونيش بالتعليقات واللايكات، بكم اللي راني زايدة في القناة. ونتمنى انكم تعاونوني وتساندوني باش نعطي الجديد ان شاء الله. كنتم مع قناة كانال نور تيفي، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.